بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والإخوة الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقيت درس سويس 36 للدروس شرح أو بيان موطأ الإمام مالك. الدرس نعدان بضد الحديث 147 باختصار من ناد الحديث ني إن فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وما فاتكم فأتموا، يعني ولاد ياس في صلاة المسبوق ما يشمدر الظليت يفاد فظليت تفدا ما أدركتم فصلوا. لقى الإنسان ليش مباشرة أكذ الإيمان وليس راجوية لا يخدم الحسابيس السينما تان كاروث ناطيس ناطيس ثلاثة خاطئ هذيك الشيء مباشرة، ماشي لما ذي الركوع في أي وضع في أي حال يفاسين ذا ركعة ذي ركعة تتوحسب ركعة يفاسين رجعوا من الركوع إن هذا الشيخ سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هذيك الشيء ميلسن ركعة على خطر الإمام أرفع من الركوع يفيد السجود هذه السجديس يفيد بين السجدتين بين السجدتين يفيد يخدم التحيات في أي حال قال الشميس الحديث الناد طبعا سعوا ذرا في الحديث حديث زرم حديث دقيق حديث معمق ماشي ذيني سهلا شرحت التفاصيل الدرس نعدان سيدي عاود كان حاجه خفيفه الحديث الناد ذي ثياريس انك ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا أتموا معنى أكملوا. شوفوا مليح ركزوا معايا مليح الحديث هاكي ذا شان فهميس أدنوي الحديث وايض الرواية دي بوي الإمام أحمد وكان الإمام النسائي إناد ما أدركتم فصلوا بعدين فما فاتكم فقضوا ذا يسد يودوا النظم فقضوا أقضوث يعني أين كن فاثا قضفت باش نفهم الروايه الاولى تفيد الاتمام الاكمال يعني ما ادرك المسبوق هو اول صلاته هذا الذي يفهم منطقيا صلاة لوجيكا الروايه الثانيه لا ما ادرك المصلي هو اخر الصلاه هذه شرحها استقبالي في الرواية ناقصنا مثلا يمثنا يشمد يفايا غدا نصلى المغرب نقول في المثال في المغرب يلحقد سنتنا الركعات اشحال تفاثن يوث فينا غي تفاثنا كني امشي تنزل الفاتحة اكل الصورة جهرا ركعات ثلاثة الساعة المغرب صافي لان ثلاثة هات سيوث ثم زواروث في سلت ثلاثة ثم زواروث سلفتيحة كل الصورة ثفاثيث أسخد ماكا ثاقي ثفاثيث في السنة في الحقيقة دا كذ الإيمان الحقيقة دا سلفتيحة كل الصورة في الثلاثة أكذ الإمام يتزول سلفتيحة كان سرا نمس فهم صافي ذاك الحديث شو سدينا إن الرواية الأولى ثنت ما أدركتم فصلوا أثني صور ثنت وما فاتكم فأتموا صافي على حسب الرواية قين الحديث أركعتين قدي الحق سنثقي سجيت مزورة ثيني ثفاثا سيقاد دي الحق سيقاد مزورة بالنسبة له صافي خصي فيه فأتمو فأكملو معنى الزمرة كانت ديوي سرا أكيني لدو زوز ركعت مزورة بغيت انت حضرة انت ثان قالوا ثني على حسب الرواية فأتمو المعنى يس أتد كملا سرا ولكن من طبق الرواية فقضوا
المعنى يس إلى حقد سنة تنقورة ستادير إلى حقد في السنة بالفاتحة أو الصورة جهرا إلى حقد في السنة بالفاتحة سرا مدام فقفو أقفو معناه شو الله ديت أتغرمض أتغرمض إن كفاثا أشو ثفاثا دركا ثم زوايف وركا ثم زوايف ثم كالت دياوي أتدياوي بالفاتحة والصورة جهرا هنا ديس مثلا تعدد الروايات يؤدي حتما إلى تعدد النظر الفقهي لذلك عند المالكية فقط ظهر ثلاث أقوال ثلاث مذاهب ثلاث آراء الرأي الأول إناد البناء مطلقا وهو ما ذهب إليه الشافعية وهو المشهور عند الشافعية الرأي الثاني عند المالكية هو القضاء مطلقا وهو المشهور عند الحنفية والرأيان عند الحنابلة والرأي الثالث الذي انفرد به المالكية هو البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال وقد نشرح في كتنا عدن زرب لي وعر يوعر مليح ماشي شويه يوعر مليح خطر على التفصيل أعيد تعدد الروايات عند الإمام مالك فأتموا عند الإمام أحمد وعند الإمام النسائي فما أدركتم فقهوا هذا يؤدي حتما إلى تعدد الآراء الفقهية وفي المذهب المالكي ثلاثة آراء فقهية يعني ثلاثة آراء فقهية الرأي الأول يقول بالبناء مطلقا وهو المشهور عند الشافعية والرأي الثاني يقول بالقضاء مطلقا وهو الرأي المشهور عند الحنفية والرأيان عند الحنابلة والرأي الثالث المالكية هو التفصيل والتفصيل يكون بالبناء في الأفعال والقضاء في الأقوال ثقيل السنتاز شتين سنتاز زرعنا ونثوعر ولكن في كذا سنين مثال في صلاة العشاء ثورة أدنوي في صلاة المغرب على سبيل المثال باش نشرح الأحاديث وياه ذاكي نحوج فعلا وسائل الإيضاح وسائل الإيضاح يا إما حاجة مكتوبة يا إما ذكريون باش نتدنوي وكل بروبابيليتي أكن ملات يمكن الرسالة يكون سعد غصني يثمثن رسالة ناونا يثمثن أمور أكيد تفهم في الحلقات العلمية مستحيل تفهم يوم واحد أثوري الدنيا كاس دعوة مية مرة وتفهم مية مرة تفهم مرة مية مرة ما يقدرش يفهمه معناتها لو كان أستيل لا براتيك يعني بالتطبيق ما يقدرش ولكن تواد مثال هسه كنتعلم شويه شويه ان شاء الله صلاه المغرب مثلا مثلا اذا فاتت ركعه ثم زوالوث صافي لحقد سناف امشي راه يخدم ميك سلم الامام نتسى اذكر يا خاكا مريكر اسكو دي الله اكبر ودي قال الله اكبر ودي قرا الله اكبر شوفوا تاس مليح اقرا ثوالي المغرب فاتت يوسن الركعه فثيث يوثن ركعة معناه يلحقد سناف يقضى على سناف أدرك ركعتين بلغة الحساب أدرك على الركعة الثانية وأدرك الركعة الثالثة وفاتته الركعة الأولى ميك سلم الإمام ماذا يفعل؟ إن نفذ قبل التشهد صح صفي يقوم بلا تكبير الشيخ ينادي السلام عليكم السلام عليكم انسى ذكر مباشرة أديوي الركعاني إفيفاثا أتديوي بالفاتحة والصورة جهرا هذه قمر تحيات أم بعد ميفوك هذه سلم فرا إما إلا فاثن تتسناث ستدير الحقد كان الركعة ثان جاروث المغرب الساعة ثم زواروث فاتحة وصورة جهرا في سنث بالفاتحة والصورة جهرا في سلثني إدي الحق في الفاتحة سرا هذا ثقيل حقيتي سنث قلت إدي الحق أمشي أري خذم أمشي أري قاطع الظرفيس مثلا تفضل تفضل كيف تفضل رح أنت السنث إدي الحق ثان جاروث في سلث خاطئ دمار كان غلط إذا قال يكبر إساعة كبيرة ما حدش إساعة كبيرة سهلة سهلة كده نعيون الشيخ يسلم أدرك الركعة الثالثة مع الإمام
إذا فاتته ركعتان الأولى والثانية وكلاهما بالفتحة والسورة جهرا سنتين زول سيفاثن الشيخ ينادى السلام عليكم أمشي تخدمض سنتين كيفاثن أتكرض أتكبرض لقيت أكبر أتكرض بتكبر الله أكبر أتكر يلا كمل أها أها بالفتحة والسورة جهرا أيوة با كمل ايوه صحيت من بعد اذكر تجور تصاليف نورمال اذكر دواء بالفتحه والصوره جهرا وبس من التحيات وبعدين اعيد ما الا يون ادرك ركعتين مع الامام فاتته ركعتان الاولى والثانيه في صلاه المغرب ماذا يفعل كيسلم الامام هو يكبر ويقوم باش أنت ديا وإذا قيدت قلنا تعدد الروايات فأتموا فقضوا تعدد الروايات يؤدي حتما إلى اختلاف الرؤى الفقهية لأن رواية فأتموا تفيد أن المدرك هو أول الصلاة أول ركعات فقضوا تفيد أن المدرك من الركعات هو آخر الصلاة تيولوجيك منطقية لذلك هذا كي ذا شد يوم كان أتخدم ضتي تفضل سيد مزواروث أتكرر صحيح بارك الله فيك على كل حال أتكرر ذاك أتخدم أتكرر ولكن تكبر أدوي هذا الركعة الأولى مش الثانية أدوي الركعة الأولى بالفاتحة والصورة أتخدم دنياك أتخدم دنياك من بعد تقيم التجلس تجلس وتقيم التحية من بعد تقوم بالتكبير طبعا وداوض الفاتحة والصورة جهرا وبعدين التحيات والصلاة إبراهيم وبعدين تسلم معليش قد نعود إلى هذا الموضوع بعدين لكن خلينا نمشي شوية في الحديث مادام وعدناكم اليوم نروح إلى الحديث رقم 148 وحدث يعني في الدرس رقم 36 الحديث رقم 148 وحدثني عن مالك على عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري أن أبا سعيد الخدري لكن كيني الخدري سكنته لأني يمشي فيه إيش كدين أبا سعيد الخدري من الخدرية الخدري بتسكن خاطئ وقيد الهربة وقيد يقول لك سكن تسلم ما استخدمه في الحركات إيش كدين أبا سعيد الخدري من الخدرية نعم لا ليا ليا ساهدر في ليا خدري 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 أن أبا سعيد الخدري خطر الخدري نعت لأبا أن أبا سعيد إذا حبيت تسكن تسلم تقول الخدري الخدري اسمه بتسكين ها تتبع المنعوت ما تفغل تقمض الحركة صحيح أن أبا سعيد الخدري أكد في القراءة سليمة قال له لمن قال لعبد الله بن عبد الرحمن أشو سينا طبعا أبو سعيد الخدري هو من كبار الصحابة أشو سينا إني أراك تحب الغنم إنس توليخ كتحمرض المال والبادية طبعا الغنم ذي البادي ذي الخلاء أولا كلمة البادية تطلق على واش البادية البادية اللغة العربية في أصلها اللغوي حاجة بادية والزميضات تسميها إلا فيل دو تيزي وزو المدينة تسميها بادية لا فيها عمران فيها أشجار فيها سكان سكنات ولكن البادية تطلق على الأرض التي كل شيء فيها يبدو كل شيء فيها بادي صحراء نقول كده ذي الخلاء البادية نغادي نض الصحراء الصحراء بادية وقف الأصل اللغوي
إنس يا عبد الله بن عبد الرحمن إنس فإذا إنس إني أراك تحب الغنم والبادية وراك تحمل يعني البادية في الصوت وفي الحوض الخلاوي وكذا في الصحراء فإذا كنت في غنمك أو باديتك فإذا كنت في غنمك أو باديتك شو المعنى إيس؟ ما تكسر المال ثلث دي الصحراء مغ ثلث دي الصحراء خطر يود داقي أو أو داقي ذا شو المعنى إيس؟ ترى الصحابي يهضر يواقي عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن ذا شو يقصد؟ أي غردينا أو لماذا؟ أو داقي نهضرت فلاس فيما سبق ما ردس دي الحديث أو ماذا تفيد أو شو المعنى إيس أو؟ إما الراوي إما يشوك للشك نغلي التنويع ذاك أي غير للشك أو للتنويع وذاك المقصود للتنويع خطر المال ذاك سوى ماشي كان ذي الصحراء إذن بعد ما ذي فغيت في حيثيس إذن في حيثيس هذي فغير ريب مخامة ذيك سلمان ممكن ممكن ذيك سلمان يري خاما ممكن لذلك سمحوا لي بين قوسين إن شاء الله كان في بالي اليوم كنت هضره كان في خالدي ما نقولوش في خلدي هناك خطأ شائع لتعرف أحب لكم اللغة العربية لغة شريفة وجميلة جدا ولكن جمالها جمالها في ضبطها ماشي بيبري فنظامي جمالها في ضبطها ماشي بيبري تقول نقول هضر كان وخلاص لا لا اي غير اولا هي وعاء القران كما تعلمون ربي نزيد القران استعرف صافي اي غير ديني غاولا كي كان في بالي الساقي باش كنت هضر في الموضوع اسميس طرق التحمل والاداء طرق التحمل والاداء في علم الحديث هذا من صميم علم الحديث لان ثمانيه طرق لو كان نشرح حاجة بدي ربي يروح الوقت كامل من هذه الطرق السماع صح من هذه الطرق السماع من هذه الطرق القراءة على شيخ تقرأ تقرأ قدام شيخ وبعدين يكوريجي لك يكوريجي الضبط دي كل دي القراءة خاطر القراءة صعبة أي غير لونسيان ايكول بكري المدرسة القديمة نتاعنا كاين مادة اسمها القراءة وكيف شغل قراءة ستروميثا ليكتور اي قرا الى قصر خطر كثره القراءه تضبط اللسان والى اخره القراءه طيب من هذه الطرق القراءه بارك الله فيك وسمعت الروايه رويتها المره اللي فاتت كنت حاضر شكرا بارك الله فيك فعلا الرجل الله يبارك يعني شحال العمر قلت لكم اللي حضر شحال في عمره اللي شفى 74 سنة حضرت له هذا المجلس منذ تقريبا شهر تقريبا في بيته بالمدينة المنورة رجل لا يتكلم شيئا غير كان يدير هاك كي غلط فقط ما يقدرش يهضر بلك في ساعتين يقول كلمة نعم أهلا ولكن مدام المخيلة يتنفيستي ذي الوقت يستثمر عمره إلى آخر لحظة في الحياة والقراءة هذه مهمة كي تقرأ قدام شيخ يضبط لك المصطلحات زيد طريقة هذه ذي القراءة طريقة نظام السماع أي غير كل يغن دي مغار نزيكي كني نجولس المجالسة أتصدق يدينا حبيت نقول بلي الضبط اللغوي مهم لذلك الا ومقارن طريقه نظن الاجازه ثور مثلا اخوه ساقي حاضر الموطا بعد سنوات نكملوه كلكم مجازون قال حضرتوا الموطا حضرتوا الموطا عندك اجازه اذا كي قال في فاذا كنت في غنمك او باديتك من بعد صافي اذا او ذا جيت تفيد التنويع للتنويع معنى ذيك القصة الكل الحكاية كلها على المنفرد الأذان كي يكونوا في جماعة نسمعوا الأذان ولا لا لا في الجماعة نسمعوا الأذان ولكن إذا كان واحد منكم يرعى الغنم
برا وحده هل ترى يأذن وحده ولا ما يأذنش؟ هذا الحديث راه في هذا الباب، في هذا الباب أذي الدن واحد اسمه سيدنا راه. إذا سوى إذا كنت في غنمك أو باديتك أو صافي في التنويع خطر ممكن يرعى في غير البادية، فأذنت بالصلاة. إذا كان ترفض الأذان ذا شو سينا؟ إنس فارفع صوتك بالنداء. طبعا دين ولاش ميكرو ولاش، فارفع صوتك بالنداء. أقلك ذي الخلا سدنوض ناس القضاء زمور وحديك ما كذا، ارفض صوتك الأذان، صوتك بالنداء يعني الأذان. فإنه وقد ترى الفضل بالأذان، وقد ذكرنا جملة من الحديث فيما سبق هذا يضاف، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن. مدى ذي مقصود به الغاية، معناه أن دير يبض صوت إينك، أن دير يبض على حسبك نرفض الصوت. إزمار ذي وض 500 متر، إزمار 1 كيلومتر، إزمار 2 كيلومتر، 3 كيلومتر. لذلك زيك ميولاش الميكروات هكي المكبرات الصوت، المؤذن يعتلي مكانا مرتفعا. هذا هو السمكان على ذكذرار سفلا بزرو نغى أن دلن جوا معك يعني سعن اسمي سلمانار ديالي ألماذا الصومي أن يبض نغذي الدال يرفع الصوت ولاش المكبر باش تسلم له ماكسيموم الغاشي. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن يعني غاية أن يبض غاية وصول هذا الصوت، صوت المؤذن جن ولا إنس. نعم إن تشوف جن ولا إنس ولا شيء صافي لان داكي تروا كاتيجوري. كي يقول جن ما المقصود بالجن داكي؟ هل كل الجن؟ لا، مؤمنو الجن المؤمنين من الجن خطر وقال داكي هذا هما اللي يلبيو، لانه الجن كاين منهم المؤمنين كاين منهم الكفار كما البشر كما الانس. لا المؤمنين هو الخاطئ، ممكن تلقى واحد من الانس ما يحبش كاع يسمع الاذان ولا لا لا يسمع الاذان ديكوتي كامل، يكون في الراديو يسمع الاخبار ويسمع كذا وكذا يقول يرفع صوت الاذان وكذا. نعم. والشيطان جن ويفر من الاذان. ايه يعني وبارك الله فيك، سياتي هذا البيان بعد حين، يعني سبقت الحدث ولكن مهم. ذا قال المقصود اذا جن معناتها مؤمنو الجن لقوله تعالى قد أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، قل أوحي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. شكون اللي قال هذا؟ المؤمنين. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولم نشرك بربنا أحدا. وكذ المؤمنين من الجن. وذغ الإنس يمدنا ولا إنس، مع المقصود بذلك مؤمنو الإنس مؤمنين. ولا شيء، ولكن مد يوضر الشيء كل شيء، كل شيء أي غر أربين دواء من شيء إلا يسبح بحمده. هذه إذا كتب ربي سبحانه راهي في سورة الإسراء الآية 44. هذه الآية معناتها كل شيء راه يسبح بحمد الله، أزرو الطجرة إذورار يسفن كل شيء، كل شيء الطجور كل شيء تسبح صار سبحانه. إذا يا المؤذن كي يسمع لك الشيء ذكي علماء الحديث هذا المقصود بذكي ولا شيء معنى من الجمادات والحيوانات، يعني معظم المحدثين قالوا هكذا، قالوا هكذا يعني خطر الحيوانات ايضا تسبح بحمد ربي سبحانه، خطر هي مبرمجه بتقدير العزيز الحكيم وليست مسؤوله وسالا ريسبونسابيلتي ماشي بنادم، بنادم ربي في حقه انا هديناه النجدين يسالا ريسبونسابيلتي يسالا ليبرتي الحريه ويسالا ريسبونسابيلتي المسؤوليه، راه مسؤول عن افعاله وتصرفاته ما دام اذا كان عاقلا، لان العقل مناط التكليف ما دام سوى اللغيس العقليس هذه تحاسب، ما إلا ذا يوضر السن التكليف طبعا أمشطوح القاصر ما عندوش التكليف، وهذه قواعد معروفة في الفقه. وبعدين أشو دينا في نهاية الحديث إلا شهد له يوم القيامة،
معناتها كل هؤلاء يشهدون لك أيها المؤذن يوم القيامة. فشهود الخير كثير. ونهضر دي الدروس نعدان يمدين الحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة. تفهم الحديث هكذا شرحت أمشي يعني ربسني في كل قدر ذا مقران المؤذنين ذي يوم القيامة علي القد نسن أم قرض نسن علي مع نثني جاثني نجا ربي سي الكربني سي المحنني أيضرون لنا فخاطر كل يوم أحسب الذنوب سنسا غزيف نكوي ماذا سيف كان يسقر في يوان مي بغس دار دا ذي أقواذ هما يغرقي في يبويث صافي إن بعد ذاك الشرف ونفكاد كل معاني العلو خاطر كيدي العلو نغطول معناتها دلالة على الشرف وعلو الشأن وعلو القدر ذاكي الحديث هاكي بوسا حديث 148 إلا شهد له يوم القيامة معنى وقالك ودي أي سلن إلا ذا شهدا يوم القيامة فرنسا بعد الأحكام الفقهية وبعدين واش قال أبو سعيد الخدري قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يفك إلا وان دا غادي زوير سمعت رسول الله أكاريف ذو صلى الله عليه وسلم في كولا ذي ختم إن داك الحديث كومبلي أبري ختميت إناس سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر هذه الأمور التوقيفية لازم الرسول يقولها ما يقولهاش واحد آخر هو اللي يقولها صلى الله عليه وسلم وإلا عند أبي داود والإمام النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أشو دين المؤذن يغفر له مدى صوته إذا فضل آخر يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس كل رطب ويابس معنى ما تجمع ذاك كل أحاديث هاكي أتفض يكوين دي خلق ربي سبحانه أد شهدن لهذا المؤذن وقالك ريبض صوتيس أد شهدن له ثورة مثلا أن نروح إلى حكم الأذن درك نتناول بعض المسائل الفقهية حكم الأذن إذا كان في المصر في مصر في الأمصار في الأمصار في التجمعات السكانية ممكن الغاشي ما هو حكم الأذان؟ حكم الأذان فرض كفاية ماشي فرض عين فرض عين قد تظلث إذا كان الظلم ولش الوكالة دي الظلث لا بروكراسيا كل يوم دي الظل وحدس ولكن ذي الأذان هو فرض على عموم الأمة ولكن حكمه كفائي كفائي يعني فرض كفاية والحكم ينس إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين أم السلام عليكم ما اللي نقيم تجمع فدي عدي ديني السلام عليكم نكوني ماشي أوبليجي لسنرياكو ما اللي يسيون يكفي رد نعم فرض كفاية عليك نور بارك الله فيك الامر اللي دينا كما سنا سي حسن عطيه الصحه مهم جدا خاطر لا تفذري ان دا الاذان يحباس حين يسعى الشيخ الجامع 1071 ولا الشيخ يغلق الجامع نقي من بلا الاذان شكا ربي سلامك وخير المعلومات قريح نسواطاس عند لا صال دو بريير ني الجامع ني يتجان الجدود فغلق غلق الجامع ولاش الاذان لذلك لن تزري نقالي فهمنا الفقه هذا سيني ولا ما ولا الشيخ الجامع نروح عندن سيني يا نسوى الشيخ الجامع هذاك خطر ذاك المسؤولية مسؤولية جماعية تضامنية إذن هو فرض كفاية في الأمصار اتفقنا؟ لذلك لازم كل واحد كما السلام عليكم كما دينا كثيرة نسلم يقول لنا السلام عليكم يقول دينا غمير الله يبارك السيني وعليكم السلام ثفرة فصلاة الجنازة صلاة الجنازة فرض كفاية ماشي كي مزولا انت درت الظلم خاطي سيد ساكن يكثر من مزولا اي خير
أكن يكثر أي خير يمزل له الجنازة ماذا بك؟ هذه المينيموم ثلاثة الصفوف ديني قرزن لذلك ما تساعد عشرين يمزل له فوثن في ثلاثة أو كان ستة 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 وإذا كان أدخل من ثلاثة الصفوف وترجوض سماد لحقا ما ينسى لحقا ماشي تغى ترجوض خطر الأولى أن الميثاقي يسعى رونديفو امبورتون ذهن أكثر نسعيك رونديفو سبحان الله أغيت تراجو ياكو أكوذ منكر ونكر لذلك أثنشجع الشغليس أذي روح فصلي في الجنازة هي فرض كفاية ماشي فرض عين إذا قام بها البعض ظل 10 15 20 مثال درت يكفي ذاك صلاة الجامعة ولا الشيخ الدين في صلاة الجنازة يسكوكم زول القيم لا وين يحال ماذا يروح بالسلامة ولا ما في غنسيكي 100 200 روح الشغل نسن نورمال المهم فصلاة الجنازة أقيمت وهذه من روائع أيضا الفقه الإسلامي التمييز بين والتكامل بين فروض العين وفروض الكفاية وهناك الأحكام طبعا تختلف فرض العين لا تبرؤ الذمة إلا بالأداء أو بالقضاء بالأداء أو بالقضاء فرض الكفاية لا يروح ذاين يروح ذاين لا نستطيع خطر ما يعدل وقتني لأنه يعدد يموثيون يموث ونزل على فلاس هيا من زمان نزل فلاس من زمان واحد نزل فلاس إذا ما قبرت ممكن نعم إذا ما قبرت ممكن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي كانت تقوم المسجد طبعا صلى عليها الصحابة فرض الكفاية قد تحقق ولكن سيزل فلاس باش تساوي الفضل النظام أنه يزول في الناس النبي صلى الله عليه وسلم أي غير خطر الزيز دي الجامع اسمي سين الصحابة أي غير يتخبر مالا أنا سي رسول الله تمطوس تنسلب تموت نزول في الناس فيا يعني نورمال الناس نتاقي تخدمي في الخدمة نشتيلات ذا شو الزيز دي الجامع الزيز دي ونكو إذا غنا نروح نزيز دي الجوامع نزيز دي ثذرين نزيز دي أكيد غادي نقرس وقت الحومات الباطيمات ليكاج تجي وكي شبي ربي عنده السيفيز مدوا وثلاث شرع دوا ما إلا نجاس ندغى روح انت غاك ثلاث شرعي لا ربي يستر طيب ولكن الجماعة راكم في الدار في الصالون عندك ضياف خمسة ستة سبعة وبعدين وصل وقت الصلاة هل ممكن ترفع الأذان ما ترفعش هذا السنة مؤكدة في الجماعة السنة مؤكدة ولكن بشرط إذا كانت هذه الجماعة تطلب غيرها شوف القيد أشي أبليجي يلا أقلغ ذي الخلاء أن القضاء زمور أن القضاء زمور ذي خمسة يستيذن رمشن الله يوضق نظلف أرفع الأذان خطر نطمع أذي لنوية ذا القضاء زموران دا النظام مثلا للأذان أضروحا صافي ذاكي سنة مؤكدة في الجماعة أو للجماعة التي تطلب غيرها تطلب غيرها إيميل لا تطلب غيرها سي با لا بان بلا ما نخدم الأذان أذيو قال ماشي سنة مؤكدة السنة وخلاص السنة ما تخدم الله ولا تخدم الله لا شيء عليك طبعا حتى السنة مؤكدة لا شيء عليك معنى الإثم غير موجود ولكن الآن اسمحوا لي اللي بغى يرجع إلى البيت رقم 122 سندرسه إن شاء الله في متن ابن عاشر متن ابن عاشر البيت رقم 122 أشو دينا سن الأذان لجماعة أكيد يقرأ ابن عاشر أتت فرضا يعني باش الظن فرض بوقته وغيرا طلبت وغيرا طلبت لذلك الفقهاء يقولون حكم الأذان في الجماعة سنة مؤكدة إذا كانت تطلب غيرها هذا ما عبر عنه ابن عاشر في متنه وغيرا طلبت ثم نروح المنفرد ثم بالحديث أقول بهذا في المنفرد وين نروح نكسل مال وحدس إن يسرف ذي الأذان ثم ولا المذوين أدنو الأحكام في قيمة متعلقة به لقي هناك ثلاث آراء الرأي الأول يرى استحباب
الأذان في حق المنفرد وحدس يكون في الفلات في البادية في الصحراء في الخلاء وحدس مستحب لهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري صافي حكمه حكم الاستحباب ماشي الوجوب الرأي الثاني لا يستحب بدن وحدس دي الخلاء غادي يظل وحدس بلا ما يرفع الأذان الرأي الثالث مفصل أو مفصل كلاهما صحيح إنك ما يسعى السيرم بلكس دي السليون ذاك مستحب في حقه مولاش السيرم لا يؤذن لا يؤذن هذا الظل يقيم الصلاة ويصلي خلاص ولكن الإقامة طبعا تكون إقامة إقامة للرجل والمرأة على بالكم ولكن المرأة كما قال الإمام مالك إنك وإذا أقامت فحسن لذلك كنت داو غيون بوال مقطع من كتاب من متن الرسالة متن ابن أبي زيد القيرواني أشو دينا فأما الرجل في خاصة نفسه فإن أذن فحسن مستحب ولا بد له من الإقامة الإقامة أرجز يقص يخدم وأما المرأة فإن أقامت فامطوث مثند الإقامة قد قامت الصلاة فحسن وإلا فلا حرج وجي كلام ابن زيد القيرواني ابن أبي زيد القيرواني في كتابه في متنه الرسالة ثلاث مثل أن نروح مباشرة إلى الحديث 149 وحدثني عن مالك عن أبي الزناد أبي الزناد اسميس وهكذا ذا لقبينس الكونيينس اسميس نظرية فيما سبق جماعة الخير عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان هو أبو الزناد الذي مات في سنة 130 للهجرة إجموث عن الأعرج أنوي ذا الأعرج عبد الله بن هرمز قسم شفو مثل من الأعرج أنوي ذا الأعرج عبد الله بن هرمز وجي يموت سنة 117 للهجرة وهو شيخ الإمام نافع تاع القراءة القرآن عن أبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنه هو أكثر الصحابة رواية الحديث وقد توفي سنة 57 للهجرة هناك من قال خلاف ذلك غير ذلك ولكن هذا التاريخ على الصحيح خزر من قديم البريزيمي ولكن ذي ولي صفي أبو هريرة يموت في سنة 57 في الرواية الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ده شو دينا ذي النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة من مي يرفع الأذان أدبر الشيطان أدبر الشيطان هذا أنت ضد أدبر معناه الهربة سلك أولا ألني ال الشيطان إلى ألف ولام ذي اللغة العربية شو المعنى لي سعسين معنى لي كذا أم لي كذا وردينين ولو بالخطأ ال لا إما ال تفيد الجنس أو تفيد العهد للعهد إذا كانت للجنس معنى جميع الشياطين جميع الشياطين إذا كان للعهد معناه المارادة من الشياطين وهم الأباليسة إبليس كان ريرولن إسكا ذرولنية كنا ذوقا ذني كان خطر لا للمارادة اللي هم الأباليسة كلاهما محتمل وهذا هو الفقه أل تفيد الجنس أو تفيد يعني جنس الشياطين أو تفيد العهد معنى المعهود من مردة الشياطين وهم الأباليسة من بعد يكمل إنك الشيطان يرول له ظرات ما معنى الظرات لا حياء في العلم نعم عليك نور لا حياء في العلم معنى الشيطان بالهربة هذيك أدف غير ريح سوق عبوضيس ولكن ما نوع الريح ديفا الريح الذي له صوت أكرمكم الله قل كان الشيطان كي يتسفري سبحان الله العظيم وبحمده وقيد إبليس أمشي يعني وتعجبها الحديث الأذان
وذاك الحديث إنه له فرات معناه أدفغ الريح سقع بوضيس الريح الذي له صوت، والريح الذي لا صوت له كيف يسمى في العربية؟ سليغة والسيقي وكال يقرب الفساق، الفساق حتى لا يسمع النداء. علاش يهرب الشيطان؟ باش ما يسمعش النداء يهرب، هربت سلك. فإذا قضي النداء المؤذن كيسمع يكمل الأذان أقبل يرجع، خطر مازال الشيطان وسوس ما تصليش، بولك يروح يحكم بعض الناس اللي يسمعوا كله خليك ما تصليش عنده خدمة. على بالكم الشيطان ما عندوش لا كونجي لا ولو، هي خدمته. حتى إذا ثوب بالصلاة صفي بين الأذان ثوب، معنى ثوب الحمد لله وقيمة الصلاة يا أخي نهضرت درسني عدا، ولكن ثوب معنى الإقامة. كاين معنى آخر لثوب وين؟ أعطيكم الصحة وأنتم ما شاطرين، أنتم ما شاطرين أو تديوا الإجازة كاع يعني تصبروا برك أتيوا ما كل إجازة تصبروا ما تعتمد نعم طبعا تديوها إن شاء الله بإذن الله كامل. ثوب يفيد القيمة عن الإقامة وقيمة الصلاة، ولكن إذا استخدم مصطلح ثوب في أذان الصباح أذان الفجر المقصود به ما يقول الإمام المؤذن بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الوقت ثويب في الإقامة في أذان الصبح أو أذان الفجر مقذغ الشيطانة صافي سمع الأذان هرب تيكمل المؤذن أرجع هذيك عشر دقائق كاش ما يخدم فيها أبري. قال حتى إذا ثوب بالصلاة من الميس الإقامة أدبر من الإقامة انسيبورتابل ما يقدرش يسمعها يهرب. حتى إذا قضي التثويب يعني الإماء المؤذن خلص التثويب نتاعو قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الإمام يقول الله أكبر الشيطان يرجع سبحان الله أقبل. علاه؟ حتى يخطر بين المرء ونفسه، يخطر معناه يعطيك الخواطر ليزي دينوار باش يوسوس لك. سي بو سا كاين الوسوسه في الصلاه ولا لا؟ اسمك واحد يقول كي عجبه يا اخي الشيطان هرب، تيرينا عليه بالاذان تيرينا عليه بالاقامه وبعدين يرجع. ايه يرجع او مش قول. قلت لكم واحد الاخر معانا على كل حال وقتاش بدا صلاه 63 زون جامي صلى كاع، كي بدا يصلي لا سوفرونس الوسواس. ايه شحال يعاود الوضوء شحال يعاود يعود حاصل يعود صلاه تمرمد مسكين. هذاك النهار قال لي يا عجبه النهار اللي كنت لهيه نورمال ظل كي بديت نصلي يعني تمرمد. قلت على بالك هو بعثوا لك واحد ابليس عنده كراد نتاع جينيرال بكري كابورال برك صغير يكلخليك 63 زون ما صليتش. قالوا بلي هذا سي بون هذا معنا ما زيدش دانسو الكل تدا رحت تصلي يقول لك ارجو. داروا ريونيون اسومبلي جينيرال قال كيه مالا نبعثوا له واحد نهار اللي عرف بلي عنده جينيرال نتاع قال ليه ما درك كيه مالا سي بون. طبعا صرف النظر يدير واش يحب تقريبا واحد 3 شهور 4 شهور يسوفري بعد تهنى والحمد لله. نكملوا حتى يختار بين المرء ونفسه واش يقول له الشيطان. هو الحديث يقول اذكر كذا اذكر كذا كاع لي بيلون يجيو كاع لي بيلون لي رابور لما لم يكن يذكر هاجاك الحاجه اللي ما نسيتها ثم تتذكرها اثيريت وانت غاوس تصوت من المسجد المشرق ديال الزاليس بلاش كثرايا غاك كون شو سيضرانا. ويكمل الحديث يعني حتى يظل الرجل ان يدري كم صلى ثم اللي تلفلو يا درا شحال صليت ثلاثه ولا اربعه ولا سبعه. هذا الحديث يقول هكا باش الشيطان هذيك الخي هذه وسوسي المصليني الا ما صعرق انت وشحال لك الزول اكان غاشي هكا. ولكن اليوم بولاكي ظل ظل ما معنى ظل في اللغه العربيه نهضوا العربيه عميقه جدا. ظل في اللغه العربيه تستخدم ما يحدث نهاراً
إما ما حدث ليلا بات يتعرف لا تيرمينولوجي يتعرف أيوة في النهار عليك نور وبات من البيتوتة ليلا هذا مكان. ولكن دقي استخدم في سياق آخر يظل الرجل إن يدري كم صلى إن قيل شو المعنى يس إن سعى المعنى وبزواره ويسين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية إيش حال معنى سعى ما أربي سبحانه مثلا مدين القرآن الكريم وإن عدتم عدنا دقي شرطية ولكن إن هنا تفيد النفي إن يدري كم صلى إن المعنى يس لا يدري كم صلى تفيد النفي ثم نروح للحديث 150 هذا أيضا حديث عظيم إن شاء الله نسرع شوية وحدثني عن الملك عن أبي حازم بن دينار هذا توفي سنة 140 هجرة عن سهل بن سعد الساعدي وشفوا عليه بزاف سهل بن سعد الساعدي سهل بن سعد الساعدي ماذا يذكركم هذا الصحابي اللي عنده هكذا فكرة قرأها كاش نهار ولا هذا من صغار الصحابة خلي بالكم كين دو كاتيجوري كين كبار الصحابة كين صغار الصحابة هذا من صغار الصحابة سهل بن سعد الساعدي كي مات النبي صلى الله عليه وسلم شحال في عمره 15 سنة فقط اسمي قموث النبي صلى الله عليه وسلم الصحفية قام شطوح لا قشيش 15 سنة عمري مدام 15 صافي هو من صغار الصحابة وهو آخر صحابي مات في المدينة إذا سئلتم عن آخر الصحابة الذين ماتوا آخر صحابي مات في المدينة من وراء هو هذا سهل بن سعد الساعدي الذي كان آخر صحابي مات في المدينة المنورة وهو من صغار الصحابة حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان في عمره 15 سنة نفهم؟ يلا ذاكي ثورة أنه قال هذا الصحابي هو اللي راه يقول هذا أثر موقوف خطر هذا الأمر لا يثبت إلا به ولكن هو في حكم المرفوع إذن هذا أثر مرفوع حكما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطر هذا أمر توقيفي لا يمكن أن يقول به النبي صلى الله عليه وسلم أشو السنة ساعتان يفتح لهما أبواب السماء شو برك الإمام مالك رضي الله عنه جاب كاع الأحاديث عندها علاقة بالموضوع شفتوا شفتوا العبقرية شفتوا التوفيق نتاع ربي هذا الحديث كي تسمعوا تقولوا واش دخلوا في الموضوع لا عنده علاقة بالموضوع قال ساعتان يفتح لهما أبواب السماء كاين زوج أوقات كي تقول ساعة معناها وقت من بيريود غير ربي العرفة وقل داع ترد عليه دعوته كاين زوج أوقات سنه الأوقات وين إذا عن ربي أسيدي قفل سنه أسنت نشوف إيش وثن سنه هاي إناس حضرة النداء للصلاة يعني كي نسمعوا يعني الوقت اللي حضرة النداء للصلاة المقصود الوقت الذي بين الأذان والإقامة أكم سمعوا المشايخ يقولوا الأذان بيقدن الشيخ يتغيم ياكذاك دقائقني الوقت اللي وقت غالي ساعة غالية ربي يتقبل الدعاء يقينا لا وصفه في سبيل الله عند التحام الجيوش عند الجهاد ساعة تنقي ربي يتقبل الدعاء السؤال في المطروح الآن ربي سبحانه لا يخلف الميعاد وربي قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وين ريف كن الدعاء ظل في الدعاء الدعاء مستجاب يقينا قرم شك ولا شيء على بالك خطر ربي هكذا قال والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا قال ولكن كان واحد الشرط عند انتفاء الموانع مثلا واحد يدعو الله وهو كلا الحرام يأكل الحرام يتشى الرشوة يتشى الحرام يتشى الربا هو يدعو ولكن يا ربي سبحانه ربي عنده موازين كاين موازين البشر كاين موازين الله بصح لازم ندرك موازين
الله عز وجل صافي هذا هو. ولكن إذا انتفت الموانع على بركة تشد الحلال دعيت ربي بيقين ربي جاوبك سير مي كاين كات بروبابيليتي أربعة يا إما يستجيب في الحين والحمد لله كاين منكم اللي دعا ربي وربي قبله دي فوا واحد يحكم طوموبيل وراه يدي رابي وكذا يدعو الله في هذيك اللحظة وربي يسلكو بخير وعلى خير والله ما عندها واحد ما نقول لك بالضبط نهار دي باسي جينا من الجزائر في الليل كاين واحد السيارة فورغون هذيك اللي عندها سميتها فورغون سميتها ترفد القش تفير أكذ يوسن طوموبيل أكذ مك طفت شعل تمس من الله يبارك الشعب الجزائري ربي يحفظ الله يبارك هذا حضرتها فرحت فرحت حتى ما نقدرش نقول لك كيفاه شعلت النار والله غير شفت واحد الموقف لا ينسى هذا قدامي ثلاثة اللي فاتت ما عندهاش سمعنا ما عندهاش في ورنا الجمعة شيء عجيب ماذا حصل النار شعلت وهذيك القش اللي كان في الكاميرا نتاعو قش صافي شعلت بسرعة الناس يحبسوا كل واحد وكلي عندهم هذوك نتاع الزيغ الغار مليحة مليحة بزاف وكان واحد الفلاح ملهيه الله يبارك والله يا خوتي جان يرفد هذو كل نتاع المينيموم 15 ريتلا يفيدون انت دياويث انت دي سعدي لا شباكة دي سعدي يبود حوالي 15 واحد يخدمها نافات يتساوي انت دياوي وقاذ رفزن وكذا إلى آخره الحمد لله يسلش سلعة فرقة مي فورغوني وكذنت كل شيء من الله يبارك يا رب الدنيا اول سمحتي بالك هذاك الانسان في هذيك اللحظه كان يدعو الله يقول يا ربي ما تحرقنيش يا ربي ما نتحرقش كاين وين الدعاء يستجاب ثمثم هذه الاحتمال الاول الاحتمال الثاني ان الله يؤخر الاجابه ولا يجاوبك اليوم يجاوبك بعد سمانه بعد شهر بعد عام بعد عامين هذه قبل ربي مي كيفغا ماشي من مين فغا خاطر تيكون تفغى العقل دي نقطه ياكي أصلاً ضايع دعي غش حلاقي دي قبيلة أي غار ذعو فرات يخلق شغل ربي وعدد اللي يوفي يا إما ذي قبل ثمثم يا إما أثي وجل من ميك في غانسا الوقت الذي يريد إما الاحتمال الثالث ما هو مهم جدا أنه يدفع عنك البلاء هذه هي مصيبة يرد في الله يا خاكا صافي تجد احتمال ثلاثة الاحتمال يصير أربعة يدخره لك إلى يوم القيامة أثن تصل إلى خرص تريزور الله يبارك وذنا تقول كان برك ما قبلتني حتى واحد ليسونسيال هذا هو الصح خطر الدار والقرار ذي الآخرة ماشي الدنيا وبعدين سئل وسئل مالك عن النداء يوم الجمعة ذاكي مجموعة أسئلة ونزمانك من حديث خطر حديث طويل حديث 150 حديث طويل سئل الإمام مالك سئل عن النداء يوم الجمعة يعني الأذان يوم الجمعة وقتاش هل يكون قبل أن يحل الوقت الجواب تاع الإمام مالك فقال لا يكون إلا بعد أن تزول الشمس خطر وقت الجمعة هو وقت الظهر بالزوال نكون ذكرت نقطة عند غيرنا عند الحنابلة تذكرون لا يجوز عندهم رفع الأذان قبل الزوال ولكن في المذهب المالكي كما سمعت سئل الإمام مالك وأجاب مجموعة أسئلة هذه منها إن يس لا خطر الآية الناد السندقي إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا متى يشرع الأذان عند دخول الوقت عند الزوال ووقت الجمعة وقت الظهر وسئل مالك عن تثنية الأذان والإقامة تثنية الأذان أذان كي تسمعوا كيفاش يقول الشيخ الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله هكا كل حاجة فردين فردين ألما ذن قالوا لا إله إلا الله يديني مرة واحدة والإقامة مرة واحدة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله مرة واحدة مرة واحدة ومتى يجب القيام سئل الإمام مالك متى يجب القيام كي نسمعوا الإمام المؤذن يقول الإقامة متى يجب القيام؟ هل كي يقول الله أكبر نوقفوا؟ ولا كي يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة؟ أجاب الإمام مالك قائلا لم يبلغني في النداء والإقامة
إلا ما أدركت الناس عليه. خطر هذه الأمور مما يدرك ومما يعرف ومما يرى ومما يسمع. شو يقصد دقي؟ إن يستمست الإذان وكذا الإقامة عن سئل عن تثنية الأذان. إن يسأل الأذان يثنى، سمعت الأذان سمعناه الله يبارك الآن، يقول الله أكبر الله أكبر، وبعدين أشهد أن لا إله وأشهد أن لا إله أشهد أن لا إله مرتين مرتين، ويجي قاصد تثنية تثنية دفوة دفوة دفوة. وهذا ما أدرك عليه الناس. ولكن ننتبه جيد، المقصود هي عمل أهل المدينة. شرحناه في الدروس الأولى وصول المذهب المالكي، قلنا لكم سادتي من أصول الفقه المالكي عمل أهل المدينة، مهبط الوحي. في كذا حضر الصحابة، زرنا مش خدم النبي صلى الله عليه وسلم، حضرني الأذان، حضرني الإقامة، حضرني كل شيء. والإقامة إنس الإقامة إنس إلا ما أدركت الناس عليه. فأما الإقامة بون أذان فين بالتثنية، فأما الإقامة فإنها لا تثنى. الإقامة لا تثنى معنى يفيوث، فرمس الإقامة سيدنا يفيوث الله أكبر أكا. ولكن ذقي القتيلي متصلة ومعربة. الأذن ديال الله أكبر، ولكن ديال الإقامة لا لا، أذن الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هكذا حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة، وتقدر حي على الصلاة حي على الفلاح، لا هذا خطأ. وإذا لم تستطع أن تقول الإقامة معربة ومتصلة قلها معربة ولو بغير اتصال، خطر ممكن استعذر النفس، الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عندك يكفى النفس حبس، ولكن حبسيث بالحركة حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة إلى آخره هكذا. لذلك الحكم الفقهي أن تكون الإقامة معربة ومتصلة. وبعدين واش قال؟ وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، هذا كلام الإمام مالك، معنى هذا الأمر ظل قائما مستقرا ببلدنا، أي بمهبط البحي الوحي، أي بالمدينة المنورة. ولكن سؤال الإمام مالك عن متى يقوم الناس للصلاة في ورق لانقيم، يلا الشيخ يجي للمحراب، المؤذن يدير الإقامة، متى نقوم نحن؟ هناك آراء، وتسمعوا رأي المالكي، هناك رأي يقول بمجرد ما يقول المؤذن الله أكبر الله أكبر أنكر، هناك رأي يقول لا حتى نسمع حي على الفلاح نزمر نقيم المساء، هناك رأي يقول ألم نسلى قد قامت الصلاة نقوم لها، كي نسمعوا قد قامت الصلاة نقوم لها. هذه آراء في الفقه موجودة، ما دمرنا في نهاية الدرس، هذه آراء فقهية موجودة. علاش نقول لكم هكذا؟ هذه حلقات علمية، ما اعتبرش الإنسان يأدو الباجاج يديه في دماغه ونسي جامعة ضفدي مريكان دا في مجلس علمك يدي صح وأول ماذا تقول؟ إذا ما عندكش العلم ستسكت حتما في الصحراء ووال. الله يبارك، هذا أمر جائز ومشروع افون دار فكر إما إلا ويضقي من ويكسل ويتنكرس العقال وسيقما لسقما كرسي يسوى. كاين رأي آخر اللي يقول عادي، هو رأي المالكية. طيب واش قالوا يا مالك؟ شوف اسمعوا الجواب، قالوا فإني لم أسمع، وأما قيام الناس حين تقام الصلاة فإني لم أسمع، طبعا هذه الأمور تدرك بالسماع، في ذلك بحد. ولاش الحد؟ ولاش الليميت؟ ولاش شرط؟ فيقام له، يعني كرم الميت بغيض
إلا أني أرى، زركوا الآن أغدي السفغ الرأي ينس من جملة ما علم. هذا فقيه أهل فقيه المدينة، عالم المدينة، يستثمر علمه في الوحيين ويعطي رأيه الفقهي. إناد إلا أني أرى ذلك على قدر طاقة الناس. الله أكبر، كل يوم على حساب القدرين، طاقة الناس يكمل لدات كل يوم ساعة طاقة ينس. أتفضل جان سريع في مثل ما ذكر وضع ذكر باريطاب ويظل ما يثكى في الحيوض، كل يوم يمشي قلة عادي يهلك إنايش. فإن منهم الثقيل والخفيف أبرم كي تختم، ولا يستطيعون أن يكونوا كرجل واحد. وزمادي لم يكن بنادم. المهم تكبيرة الإحرام، يا أخي شي غادي نستوى مستقيم وكذا ثلا الانترفال لي كلك سكوند لي ذي ثنا اني لياك نوجد باش نكبر مع الامام طبقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما جعل الامام ليؤتم به. لان في النهايه سادتي نقول لكم بالنسبه لما بدانا به في حلقه اليوم وما شرحناه مفصلا في اللقاء السابق، لابد من مراجعة الحديث 147، ولكن لا يمكن أن نراجع ذلك الحديث إلا بالحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والإمام النسائي في روايتي فأتموا فقط. إن تعدد الروايات يؤدي إلى تعدد النظر الفقهي، والنظر الفقهي ذكرناه ملخصا في ثلاثة: البناء مطلقا، والقضاء مطلقا، والتفصيل القضاء في الأفعال والبناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. الرأي الأول هو المشهور عند الشافعية، هو موجود عند المالكية، والرأي الثاني هو موجود عند المالكية ومشهور عند الحنفية، والرأيان عند الحنابلة، والرأي الثالث انفرد به المالكية. إلى هنا يأتي حديثي إليكم اليوم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله.